السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم في مادة التدريبات اللغوية وهو الأفعال. للأفعال في اللغة العربية ثلاثة أقسام. بعد أن تعرفنا إلى الفعل الماضي ومن هو الفعل الماضي، سنتعرف إلى الفعل المضارع. من هو الفعل المضارع؟ الفعل المضارع هو الذي يحدث في الزمن الحالي أو في المستقبل. تعرفنا على الفعل الماضي والفعل المضارع. بقي لدينا النوع الثالث من هذه الأفعال وهو الفعل الأمر. الفعل الأمر يا صغاري هو فعل، هو طلب القيام بشيء. أضع كل من الأفعال التالية في الشجرة الخاصة به. لدينا شجرة الفعل المضارع، شجرة الفعل الماضي، وشجرة فعل الأمر. أي فعل سيختار صديقنا أحمد؟ نم. الفعل نم. نم. ماذا يفعل أحمد؟ ماذا يفعل من صديقه؟ نم. نم. ما هو الفعل إذا؟ ما نوع الفعل؟ فعل أمر. ممتاز يا أحمد، رائع، بارك الله بك. أي بطاقة ستختار؟ نعم. ما هذا الفعل المكتوب على هذه البطاقة؟ اقرأ. اقرأ. شربة. ما نوع هذا الفعل؟ بصوت مرتفع. فعل ماضي. ضعه في شجرة الفعل الماضي. نحن ألف الأفعال. أنا الفعل الماضي، حدث وانتهى في الزمن الماضي. أفعالي؟ أفعالي أكل، درس، رأي. أنا الفعل المضارع، أحدث في الزمن الحالي أو المستقبل. أفعالي ندرس نكتب. أنا فعل الأمر، وطلب القيام بشيء. أفعالي اقرأ اكتب. رائع، بارك الله بكم جميعا.